يعني صراحة أنا محتار صراحة، الأستاذ أحمد الجعيد يشاركني تبدأ بالاسم الأول بأكبرنا سن، والأستاذ تبدأ رمزي بأكبرنا يشاركني سن. بالاسم الأخير. أجل عندك رياض. لا عندك تفضل. أبد الله. طبعا لو جينا نتكلم عن السياحة كمفهوم عام، سابقا يعني كان المفهوم يمكن مو هو واضح الكثير من الناس، وكان يمكن حتى في مجتمعنا المجتمع السعودي السياحة فقط هي مقتصرة على السياحة خارج المملكة وعلى السفر الخارجي، ما كان في كثير من الناس ما هو مقتنع بالسياحة الداخلية. وكمان كان برضو المفهوم القديم للسياحة أن السائح هو شخص يعني من الآخر شخص فاضي عنده شوية فلوس وحاب يصرفها، تمام؟ فكان هذا هو المعتقد يعني موضوع السياحة. لين بعد كذا أصبحت هي فعلا ليست عملية عشوائية، هي صناعة، وهي صناعة مدروسة قائمة عليها اقتصادات بلدان كثيرة. والمملكة مو من العام هذا أنشأت وزارة السياحة، المملكة من أكثر من 25 سنة بدأت في لجان بسيطة تسمى لجان التنشيط السياحي، يمكن برزت في ثلاث مدن رئيسية، في أبها وفي الباحة وفي الطائف، بحكم أنها هي كانت المصائف الرئيسية. فبدأت فيها لجان للتنشيط السياحي، ثم بدأ في بداية 2000 إنشاء الهيئة العليا للسياحة اللي تطورت حتى هذا العام أصبحت وزارة مستقلة اسمها وزارة السياحة، وأصبح تحتها عدد من الهيئات وصندوق الاستثمار السياحي. وبدأ فعلا المواطن يعي هذا الموضوع وصار نقطة جد. سابقا كان يعني أصحاب المعدلات الضعيفة لما تخرجوا من الثانوية كانوا يضعون في بعض الكليات ومنها كليات السياحة، ما كان في رغبة لها، وكان كثير من الناس لما يدخل هذه الكليات ما كان يعرف فين يروح في إيش مستقبلها وين العمل فيها. لكن الآن الحمد لله صارت هذه الكليات الآن تجتذب المعدلات المرتفعة، وصار فيها ضغط كبير على القبول فيها، وصار حتى تقيم عدد كبير من الدورات والدبلومات المتخصصة، لأنه في قطاع السياحة كثير من التخصصات لا تحتاج إلى دراسات عليا، هي تحتاج إلى دبلومات قصيرة السنة سنتين حتى تعطي تأهيل لطالبي الوظائف والعمل في القطاع السياحي، وبعد كذا ينطلقوا في هذا المجال. ففعلا يمكن أختصر بقول كان الأمير سلطان بن سلمان، كانت السياحة جمرة وأصبحت الآن هي فرصة، كل الناس تتهافت على أنها تعمل في هذا القطاع. صحيح أستاذ أحمد، يعني شكر لك المقدمة هذه. ما أدري، أعتقد الأستاذ رياض يعني كان عنده يعني أعتقد نقطة يمكن تكلمنا فيها تحت الهواء، اللي هو بخصوص تاريخ 7/6/2016، يعني التاريخ هذا أعتقد مميز بالنسبة لك أستاذ رياض. والله بلا شك طبعا إطلاق الرؤية من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وقائد التغيير حقيقة الإيجابي للبلد، كان تسليط الضوء على الرؤية أو العامل الرئيس فيها كان السياحة أو ما بعد النفط. فكان موضوع السياحة هو يعني المورد الرئيس للبلاد بعد النفط. فلو رجعنا قبل هذا التاريخ، أنت كنت يعني أحد المحاور أنه السياحة في الماضي. في الحقيقة يعني اللي أضيف الكلام الأخ أحمد أنه السياحة بمفهومها عند الشعب السعودي بدأت في الثمانينات، لما بدأت الثورة النفطية وبدأت الطفرة في الثمانينات، بدأ الشعب السعودي يتلمس طريقة في السياحة والترفيه، صار في وفرة مادية وصار الشعب قادر أنه يسافر ويكتشف العالم. وكانت معوقات يعني كبداية يعني في التعليم في اللغة في كذا، فكان الاستكشاف على استحياء الدول القريبة مثل سوريا مصر، يعني اللي تقدر العائلة السعودية المحافظة أنها تزورها بالسيارة ومع ميزانية محدودة. ثم حصل انتقالة ثانية لما دول الجوار من دول الخليج بدأت تشوف حجم الإنفاق السعودي يتضاعف في هذه الدول،
طوروا بنيتهم التحتية بما يجذب العائلة السعودية. طبعا المناخ واحد وربما يزيد في الخليج انه عامل الرطوبة وكذا في الصيف، لكن عملوا بنية تحتية من محطات خدمات للطرق، من دور للسينما، من مولات، وحفزوا بالبرامج الصيفية بأسعار مغرية ان السائح السعودي يجي. ثم بدأ التطور لحد ما بدأ السائح السعودي يرغب في استكشاف المزيد، وكذلك نفس الفرصة اللي غير موجودة في السوق السعودي أغرت المستثمرين. أكمل ولا بديت أتوسع زيادة؟ لا لا تكمل، كمل أستاذ رياضة. طيب، فالقصد أنه أغرت غير العرب باجتذاب السائح السعودي، وشفنا برامج عملتها ماليزيا، اندونيسيا، تركيا لجذب السائح السعودي برحلات الهانيمون أو شهر العسل، برحلات العائلية المحافظة، وابتكروا برامج تحت مسمى السياحة الحلال وكذا، حتى السائح السعودي يذهب وهو مطمن أنه في بلد إسلامي. لما وصلنا للثمانينات التفتت الدولة أنه فيه فرصة وهدر يعني خروج الأموال حقيقة خارج البلد، فأنشأت هيئة السياحة عام 2000 زي ما تفضل الأخ أحمد، وبدأت في تأسيس وتوعية للشعب السعودي بأنه يوجد لدينا سياحة داخلية وممكن تطويرها. ولكن في هذه الفترة كانت صراحة يعني غير متوفرة، لا بنية تحتية ولا خدمات ولا تغطية إعلامية مكثفة للمناطق الجذب السياحي، فلم تجذب السائح السعودي. استمر وتطور المعلومات والسوشيال ميديا والإنترنت جعلهم يبحثون عن آفاق أوسع، وكمان الابتعاث والتطور أصبح المبتعثين نفسهم مسوقين سياحيين للدول التي يدرسون فيها، يعني هو يدرس ويرسل تغطيات بالفيديو وكذا للناس عشان تيجي تزور البلد اللي هو فيه، فتوسعت الدائرة أكثر. طبعاً كنا نتكلم تحت الهواء عن موضوع الإنفاق في السياحة، إنفاق طبعاً أكثر سائح في العالم إنفاقاً هو السائح السعودي، وهذا شيء خطير جداً. لما قلت لك أنه فيه تقريباً من عام 2007 لحد 2016 حجم المبالغ اللي خرجت من البلد نصف تريليون ريال سعودي، هاي ثروة عظيمة. فنرجع على الرؤية، الرؤية جاءت في الوقت المناسب وحثت الشعب السعودي ونبهتهم أنه في بلدهم فرص استثمارية، مواقع سياحية جاذبة سواء في الجنوب أو في الشمال أو في العلا أو غيرها، يعني بلد عبارة عن قارة تعجز وأنت تصف مدى الجمال والتنوع الجغرافي والتنوع الثقافي والتاريخي، وحضارة أبعد إلى 5000 سنة بالشواهد الموجودة في حائل وفي نجران وفي غيرها من المناطق. فإلى زي ما قلت لك إلى أن أقر مجلس الوزراء الرؤية في 2016 يوم 7/6 هذا الماضي، بعدها أصبحنا في حاضر ونتطلع على المستقبل بإذن الله إن شاء الله. طيب أنا برضو أضيف نقطة بسيطة على الكلام اللي قاله الأستاذ رياض والأستاذ أحمد، اللي هو برضو يعني جزء من تسريع أعتقد اللي هي النقل اللي صارت ما بين الماضي والحاضر، اللي هو ظهور خلينا نقول مثلا المنصات اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، صار تواصل الناس فيما بينهم من عن طريق اللي هي مشاركة الفيديوهات، إبداء الآراء في الأماكن اللي زوروها، يعني بنتكلم في داخل الوطن الغالي. هذا يقودنا يمكن للمحور الثاني اللي هو التطور في مجال السفر والسياحة من منظور تقني. أعتقد الأستاذ أحمد الجعيد يعني يمكن يعني واكب وعاصر يعني خلينا نقول مجموعة من التجارب والتطبيقات، فما أدري إذا يعني الميكروفون عندك أستاذ أحمد إذا حابت يعني
تقول لنا بعض التجارب اللي عثرتوها؟ طبعا التجربة زي ما ذكرت انه السوشيال ميديا ساعدت في انتشار ثقافة السفر، وصار فعلا الشخص في ثواني يمكن في شيء اسمه السفر الروحي. حاليا الناس ما هي قادرة تسافر ولا قادرة تزور بلدان، اما بسبب الطيران واما بسبب الاشتراطات الجديدة وظروف كورونا اللي ان شاء الله نسأل الله انها تفرج حاليا. لكن صار فيه التوسع الان، الواحد يبحر عبر اليوتيوب، يبحر عبر القنوات والمدونات ومتابعة بعض الرحالة، فيجد فعلا في معلومات ثرية عن هذه المواقع. فهذه يمكن أهم يعني التطبيقات اللي ساعدت في عملية التخطيط للسفر. هذه اللي دائما احنا ننصح الناس فيها، انه قبل لا تسافر لوجهة ابحث عن جوجل، اليوتيوب، غيرها من المدونات اللي تساعدك فعلا بشكل كبير انه انت تحصل على المعلومة بشكل جيد. اثنين اللي هو التطبيقات اللي سهلت عملية السفر كثيرا، واللي فعلا يمكن كان كثير من الناس ما كان يعني مؤمن بعملية التطبيقات، وانه خلال ثواني ممكن ان احجز الطيران وممكن ان احجز الفنادق والباكجات اللي انا محتاجها والتذاكر. والان العملية اصبحت سهلة وميسرة، وخلال ثواني فعلا سهلت امور كثيرة لسنوات، ولازال حتى الآن يعني بوكينج من أشهر المواقع وهي اللي متصدر تقريبا حول العالم. لكن غزتها تطبيقات كثيرة، ومن أشهرها يمكن تطبيق المسافر، التطبيق السعودي اللي فعلا بدأ من سنوات في الدخول في السوق الإلكتروني للسفر، وفعلا الآن أصبح له كثير من المستخدمين خصوصا في المملكة أو في الخليج. والسبب أنه وجد بعض الحلول لبعض المشاكل اللي بعض التطبيقات ما يمكن ان تحل. مثلا تطبيق بوكينج كأحد المشاكل الموجوده فيه انه لا يقبل الدفع النقدي او التحويلات البنكيه، فقط يقبل البطاقات. فالاخوان في المسافر مثلا التطبيق سهل هذه العمليه، واصبح فيه خدمات سهله وميسره حتى في التواصل بالهاتف وبالايميل وب الواتساب، فسهلت هذه حلول بعض المشاكل. في كثير من التطبيقات اللي سهلت عملية كذلك البحث عن الأسعار والخدمات والخدمات الإرشاد السياحي والجولات السياحية. والآن برز كثير من شبابنا الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة كثير من المواقع والتطبيقات السعودية برزت في خدمة السائح بشكل كبير، وفي توفير يعني باقات سياحية ميسرة له في ثواني يحجز هذا الباقة السياحية وينطلق فيها. ويمكن أتذكر برضو تجربة أثناء اختيار الطائف كعاصمة للمصائف العربية، كان هناك تجربة لسياحة الطائف مع منظمة السياحة العربية في إقامة مسابقة لطلاب الجامعات السعودية، برنامج اسمه رحال، وكان هذا عبارة عن تطبيق إلكتروني يستكشفوا فيه الوجهات السياحية. كانت الرحلة عبارة عن رحلة يتجولوا فيها داخل مدينة الطائف، ومن خلال هذا التطبيق يبحثوا عن بعض حلول الألغاز والمسابقات أو تصوير بعض مقاطع الفيديو أو الصور أو تحديد مواقع بعض مواقع المتاحف والمنتزهات. وكانت يعني جدا مسابقة شارك فيها عدد كبير من طلاب الجامعات في المملكة، وكان فعلا دعم كبير للسياحة السعودية. طيب على طاري المسابقة، مسابقة رحال أستاذ أحمد، طبعا أنا كنت واحد من المشاركين في المسابقة، أعتقد ما خاب ظني في سنة 2013 ما خاب ظني، كنت وقتها في المرحلة الجامعية في آخر سنة، وبحكم المشاركة في الأنشطة اللاصفية وكذا فرشحوني أنه أنا ومجموعة من الزملاء على أساس أنه نشارك المسابقة. وللأمانة يعني كلمة متعة في المسابقة هذيك. طبعا فكرة المسابقة كانت خلال يوم واحد تقريبا، حصر لو يعني حددنا مده المسابقه نتكلم على من 4 إلى 5 ساعات تقريبا، لكن للامانه من امتع الاوقات اللي قضيتها في الطائف. يعني شفنا او عرفنا اشياء يعني الامانه في الطائف، يعني انا اتكلم شخصيا بكثر ما يعني اروح لمدينه الطائف فتوقعت انه ملم يعني نوعا ما بالاشياء اللي فيها من مناطق يعني تاريخيه يعني معلومات بشكل عام عن المدينة. لكن اكتشفت في المسابقة يعني بعد ما خدت المسابقة انه يعني فاتني شيء كثير عن الطائف، ما كنت يعني صراحة
يعني اكتشفت انه بس فقط يمكن المعلومه الوحيده اللي اعرفها عن الطائف انه جوها الجميل صراحه، لكن بعد المسابقه يعني الامانه يعني زاد من كميه اللي هي المعلومات، وكانت يعني تجربه جدا ثريه ممتعه بخصوص المسابقه رحال، يعني لها من الذكريات يعني الشيء الجميل. الاستاذ رياض طبعا احنا كنا نتكلم يمكن قبل البث اللي هو بخصوص التطبيقات والمقارنه في الاسعار، يمكن هذه يعني اتوقع حاجه سرعت اللي هي عمليه اللي خلينا نقول دعم السياحه الداخليه مثلا، خصوصا لما يكون في تطبيق مثلا ويعرض لك الخدمات ويقارن لك بين الفندق الف وفندق باء وفندق جيم ويحدد لك ايش المميزات وهنا والاسعار، فاتوقع هذه يعني يبدو لي انها سرعت عمليه الاختيار او عمليه خلينا نقول دعم اللي هو قطاع السفر والسياحه. والله يا أخي الكريم زي ما تفضلت، ولكن أحب أضيف أنه السائح السعودي سائح ذكي ومتعلم، والسواد الأعظم من الشباب. فالآن أو لما كنا نتكلم في الماضي، كان السائح لما يفكر يحجز رحلة يذهب إلى مكتب سفريات أو وكالة سفريات، ويترك العامل الأجنبي يفصل له الرحلة كما يستفيد هو وليس كما يرغب طالب الخدمة. وكانت يعني رحلات غير يعني منظمة وغير مرتبة، ولا فيها مجرد أنها ترفيه أكثر من أنها ترفع مستوى معرفة الشخص بالآثار وبالثقافة وبأمور يعني أخرى أكثر. الآن الجيل الجديد وخصوصا بعد برنامج الملك عبد الله رحمه الله عليه في الابتعاث وعودة كثير من الشباب والشابات من الخارج بالمعرفة وبعادات جميلة، منها رياضات المشي يعني صعود الجبال، ومنها أشياء أخرى كثيرة، الرحلات البحرية وغيرها، الغوص. ف يمكن نشوف من فترة لفترة أنه حتى شابات بيصعدوا قمم إيفرست وغيرها. فبالتالي لما رجعوا للسعودية يطلبون الخدمة هذه، وكمان زي ما قلت لك استفادوا دول الخليج، يعني عمان من أكثر الوجهات اللي الشباب والبنات السعوديين بيذهبوا لصعود مثلا جبل شمس أو غيرها من الـ يعني المسارات السياحية. الفترة الأخيرة بتنشيط من وزارة السياحة عدد من الهواة وعدد من المحترفين في تطوير رحلات مبتكرة للشباب، من هايكينج، من رحلات زي ما قلنا الغوص أو السنوركلينج أو رحلات السفاري، أصبح هناك يعني رغبة وتعطش من الجيل الشباب إنه يكتشف بلده. طبعاً رب ضرة نافعة، يعني الحمد لله على ما قدر وشاء من أزمة كورونا، وهي طبعا بلا شك ضربت السياحة العالمية في مقتل، ولكن ربما السعودية أخذت فرصة جيدة لأن الشباب السعودي والبنات السعوديين يكتشفوا بلدهم لأول مرة. يعني الكثير السنة هذه من الناس الرحالة ومن الشباب المعروفين بسفرهم برا وأفلامهم ومتابعيهم انجبروا لزيارة الجنوب في الصيف، وكانوا مستمتعين جدا وكانوا موثقين لأشياء ما كنا نتوقعها. أضف أنه يعني التطور الملموس والنهضة العمرانية اللي في جميع مناطق المملكة جميعها من غير تحديد، أصبح الإنترنت متوفر في كل مكان، أصبح الطرق ذات جودة عالية، أصبحت يعني الخدمات، حتى وزارة السياحة مشكورة تكثيف جولاتها على الفنادق وعلى المطاعم وعلى ما يحتاج السائح، أصبحت الجودة عالية جدا والأسعار معقولة، غير لما كنا نسمع في الماضي لما يقول لك السياحة في أبها مرحبا ألف والشقة بألف. هذه ما عاد فيه، لأنها كان في تستر في الموضوع، وكان في يعني لازم نكون واضحين وشفافين، كان في فساد
والدولة لما بدأت بالرؤية كانت على قدر من العلم بخفايا الأمور بما يتعلق بالتستر والفساد وغيره، فقامت بجهد كبير جدا في تطوير الخدمات عبر مكافحة الفساد والفاسدين، وشجع الشعب وكمان المستثمر سواء المواطن السعودي سائح أو مستثمر إنه يلتفت للسياحة كمصدر دخل وكمصدر ترفيه واكتشاف. يعني أنت الآن لما تتكلم عن السياحة في العالم كله، خصوصا على الدول اللي مثل السعودية في رخاء ورفاهية وتعليم، ما تتكلم عن السياحة كشيء إضافي أو شيء رفاهية، لا، مع ظروف الحياة الصعبة ومع تعقيداتها ومع الحالات النفسية ومع يعني ضغوط كثيرة، أصبحت السياحة يعني كنوع من العلاج، كنوع من يعني الشيء المطلوب للنفس وضروري. فلما تكون بلدك مؤهلة جدا وهي جسر بين الشرق والغرب وعندها إمكانيات ضخمة وأهم ما في إمكانياتها هي مواردها البشرية، من شريحة الشباب والبنات اللي مؤهلين تأهيل عالي وعندهم ولاء لوطنهم وحب لخدمته فقط. صحيح صحيح أستاذ رياض، أنا أذكر في مرحلة من المراحل عملت الفترة في كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز، الأمانة يعني كانت طبعا طبيعة عملي محتك كثير يمكن بحكم الأنشطة اللي صار فيها وكذا مع الطلاب، للأمانة يعني الواحد يفخر إن يكون يعني في القطاع هذا، يعني نخبة من الشباب اللي خلينا نقول إنه يقدموا خدمات الضيافة والفندقة للسائح، خلينا نقول السعودي قبل السائح اللي هو الأجنبي. يعني صراحة شيء يثلج الصدر صراحة لما نشوف إنه في طلاب وقاعدين، يعني ما راح نتكلم احنا نقول مثلا خريجين دراسات عليا ونتكلم مرحلة البكالوريوس، في ذيك الفترة أذكر كانوا طلاب الدبلوم اللي هو الدبلوم السياحة، فما بالك الآن طبعا الكلية ما شاء الله صار فيها برنامج في البكالوريوس وحدث حدوها كثير أعتقد من كليات الجامعات السعودية. والله إذا سمحت لي بس يعني ما بدي أخذ الحديث من الأخ أحمد، لكن لما تنظر لتقييم الدول سياحيا يعني بخلاف الطبيعة وبخلاف الخدمات وبخلاف سهولة الوصول وغيره، كمان الشعب نفسه يعتبر من المميزات أو من العوائق إنك تزور بلد. يعني هل الشعب مضياف، هل الشعب فريندلي آمن يعني ومن السهل التعامل معك. فالحمد لله احنا كشعب سعودي عندنا ميزه اضافيه انه ورثناها من اجدادنا الكرام واستقبال الضيف، ومن ديننا اللي هي اكرام عامر السبيل ويعني الصدقه والاحسان للغريب وغيرها من الصفات اللي زرعها فينا ديننا الحنيف. فالموروث الاجتماعي والديني فيما يتعلق بالضيافه والترحاب موجود في الشعب، بالعكس انهم يفتحون بيوتهم وزارعهم، ويمكن الاخ احمد كمرشد سياحي لما يروح او بمجموعه من الاجانب الكل يرحب والكل يعني يستقبلهم استقبال طيب. هذا ما يحصل في كثير من الدول، يعني تجدهم متجهمين وعنيفين، وان السائح هذا عباره عن صيد ثمين انه لازم نستغله ونستفيد منه، ويعني قصص كثيرة يعني لا تخفى على عليكم يعني. فالحمد لله يعني هذه ميزة من الله سبحانه وتعالى خاصها في الشعب العربي السعودي المسلم، يعني هذه الحمد لله فضل من الله. الحمد لله. هذا يقودنا يمكن للتجارب السعودية في السياحة. ما أدري أستاذ أحمد، يعني بحكم عملك كمرشد سياحي في مدينة الطائف، يعني ممكن يعني حاكى كثير من التجارب يعني أكيد طبعا. يعني خلنا أقول لك على موضوعين أساسية في السياحة. الموضوع الأول هو الأمن والأمان،
يعني الحمد لله آخر تقرير إحصائية عالمية المملكة متصدرة ضمن أفضل 10 دول حول العالم ضمن النطاق الأمني من ناحية أمان السكان المحليين وأمان السياح وكذلك قلة المشاكل يمكن يجدها الزائر القليل. هذه فعلا تعطي انطباع قوي لدعم السياحة. كذلك المبادرة الأخيرة اللي فعلا نشكر القائمين عليها ونتقدم بالشكر لخادم الحرمين ولي عهده اللي هو موافقة على إنشاء مكتب لمنظمة السياحة العالمية في المملكة. هذا يعطي دور وثقل للمملكة بأنه وجود هذه المنظمة وجود مكتب لها في المملكة دعم كبير يثري المملكة من ناحية دورات تأهيلية لأبناء وبناتنا من ناحية إقامة مؤتمرات وملتقيات عالمية في المملكة من ناحية أنه فعلا يؤكد أنه فعلا المملكة تميز بتنوع كبير من الأنماط السياحية. بعض الدول هي تعمل في هذه الصناعة في نمطين من أنواع السياحة مثلاً كسياحة بحرية أو سياحة بيئية أو بعض أنواع السياحة، لكن إحنا الحمد لله في المملكة عندنا أنماط سياحية مختلفة متنوعة وكثيرة بحكم إنه المملكة مساحتها شاسعة وجود 13 منطقة إدارية كل منطقة لها تاريخ وتراث ثقافة وعادات فلكلور أكلات مجتمع محلي مختلف عن المجتمع الآخر. هذه فعلاً أثرت التجربة بالنسبة فعلا يعني كثير من التجارب المميزة. يمكن من الأسئلة اللي لما بدأت التأشيرة السياحية كانوا بعض السائحات اللي يأتوا لوحدهم من خارج المملكة يسألوا هل تنقل من خارج المدن وتنقل ما بين مدينة إلى مدينة آمن في المملكة العربية السعودية؟ هل ممكن استخدم القطار لوحدي؟ هل ممكن استخدم الطائرة لوحدي؟ هل ممكن أركب مع التاكسي لوحدي؟ لابد أنه أجي السعودية يكون معي محرم أو زوج أو أخ أو أي كان. هذه فعلا تجارب في البداية وشفنا كيف فعل كبير على التأشيرة السياحية سهولة استخراج خلال دقائق معدودة وكيف أن الانطباع الكبير لدى السائح لما جاء فعلا اكتشف أي من الكنوز اللي كانت مخفية عنه ما كان يراها سابقا وما كان لديه إلا فعلا كان إعلام مضاد ومعاكس ما كان يقول له إلا بعض من الكل ما كان يقول الانطباع الجميل عن المملكة. كذلك من ناحية الرحلات فعلا إحنا نحظى بموقع مميز وجود سياح أجانب فعلا يمرون على المملكة بحكم توسطها ما بين 3 قارات وكذلك في رحلات الربط ما بين عدة دول. السائح اللي يزور المملكة بإمكانه زيارة عدة دول خلال رحلته إذا كانت رحلته 10 أيام يمكنه تجزئتها ما بين 2 أو 3 وهذا أعطى ميزة للمملكة أنه ممكن يتنقل ما بين عدة دول وكذلك سهولة الربط ما بين التأشيرات السياحية ما بين الدول والتسهيلات اللي قدمتها المملكة للزوار فعلا أعطت لهم انطباع كبير وجميل. وكذلك التسهيلات اللي قدمتها وزارة السياحة سابقا ما كنا نعرف إلا مكاتب السفر وكالات السفر العادية اللي هو التذاكر منها وحجوزات الخارج، لكن الآن الحمد لله صار عندنا عدد كبير من أنواع الترخيص من وكالات السفر إلى منظمي الرحلات السياحية إلى الإنشاء السياحي إلى نظام المشاركة بالوقت إلى غيرها من مكاتب حجوزات الفنادق والوحدات السكنية أنظمة كبيرة آخرها اللي هو يمكن قدر انه تطبيق مشابه لتطبيق اير بي ان بي العالمي انه تطبيق انشاء شباب سعوديين والان بدا يدخل في منافسه لتاجير المنتجعات والاستراحات والشقق السكنيه في المملكه وكذلك نشر هذه الثقافه في المملكه وحتى تقديم تسهيلات كبرى للزائر ليجد خيارات مختلفه من السكن. طيب مشكور اخ احمد. طبعا بس احب اذكر الاخوه والاخوات المنضمين معنا انه الشات مفتوح بحال كانوا حابين يوجهون اسئله معينه لاحد الضيفين، فتكرما يعني يكتبوا الاسئله في الشات
طيب استاذ رياض، بالنسبه خلينا نتكلم عن في 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 جانب اللي هو التجارب السياحيه، نبغى نتكلم عن خلينا نقول عن الفعاليات او الاحداث المحليه والاحداث والفعاليات العالميه. نتكلم في المحليه مثلا مهرجان التمور، سوق عكاظ، الفعاليات اللي هي يعني متعارف عليها انه هذه فعاليات سنويه تقام في المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه للفعاليات العالميه على سبيل المثال رالي دكار مثلا. الان النسخه الثانيه راح تبدا، ما يحضرني التاريخ للامانه، لكن راح تكون في بدايه 2011 يناير، وبدايه السنه كان عندنا بطوله الجولف في مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه، بالاضافه للفعاليات الرياضيه السوبر الايطالي الاسباني. اعتقد هذه الفعاليات كلها نتكلم بالمجمل سواء المحليه او العالميه تسرع من عمليه اللي هي السياحه والسياحه في المملكه العربيه السعوديه. شيء جميل. طبعا لا يخفى على المقيم والمواطن الادوار الكبيره اللي قامت بها وزاره السياحه ووزاره الترفيه العام الماضي ووزاره الرياضه كذلك في فعاليات كبيره جدا اقيمت، سواء فنيه او رياضيه او مسابقات رياضيه وسباقات سيارات وغيرها وغيرها. طبعا احنا ما ننسى طبعا اهم فعاليه وطنيه اللي هو مهرجان الجنادريه، مهرجان الملك عبد العزيز للابل، وغيرها من المهرجانات. انا اللي ودي اتكلم عنه انه كيف وزاره السياحه في ظل كورونا، يعني العام الماضي احنا شفنا فعاليات كثيره وعروض سيرك وعروض فعاليات، يعني كل العالم اتى الينا سواء بعروض او بزوار بعد ما فتحت الفيز في سبتمبر 2019. ولكن الملفت جدا، وهذا اللي اهم من موضوع انه استقطاب وتسويق البلد عالميا كوجهه سياحيه وغيرها، اداره الازمه. يعني لما اغلقت البلد في بدايه مارس وتوقف الطيران الداخلي والخارجي وغيره، كان في تحدي كبير وكان في ضغط وكان في حتى ضغوط نفسية على الموجودين وعلى كذا. الجهد اللي عملته الدولة طبعا كمظلة رئيسية، ولكن متمثلة في وزارة الصحة، متمثلة في تعاون المواطنين، في جميع المجالات، سرع عملية فتح السياحة الداخلية واستهداف المنطقة الجنوبية كوجهة ببرنامج تنفس اللي كان له أثر إيجابي جداً. واليوم بالمناسبة وزير السياحة أعلن عن مداخيل موسم الصيف للمملكة، وكان رقم يعني فاجأ الجميع أنه تكلم عن 8.6 مليار، وهذا في ظل الأزمة هذه يمكن دول سياحية وجهات عالمية ما حققت الرقم هذا، غير إطلاق أو إعادة فتح التأشيرات الخارجية ابتداء من 2021. فهذا يدلك أن البلد الحمد لله نسب الإصابات بكورونا نزلت بشكل كبير، الدولة مسيطرة على الوباء ولله الحمد في ظل عجز دول كبرى وعظمى، أنها بل بالعكس أنه الآن أصبح لديهم موجة ثانية من المرض ويفكرون في إعادة الإغلاق مرة ثانية، بينما إحنا لا، إحنا نقول أبوابنا ستفتح قريبا، ولو زي ما تفضل الوزير لو اكتشف الـ 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 يعني اللقاحات حنقد يعني نقدم الفتح الى تواريخ يعني ابكر شو. ف يعني بلدنا واعد، قياداتنا محل كفاءة، ادارتهم للأزمات، ادارتهم للفرص كمان، يعني لما وجدوا فرصة مثل موسم الصيف استغلوها مباشرة، وهذا كان عاد ممتاز جدا. زي ما قلنا أنه الشعب بدأ يستكشف بلده عن طريق البوابة الجنوبية للسعودية في ظل أنه الجو مناسب ومهيئ،
والحمد لله يعني ما كان فيه يعني امتعاض من الناس من مشاكل أو نقص خدمات أو خلافه. بالعكس كان كل شيء موفر، وقد يفوق كثير من الدول السياحية المعروفة اللي تعجز إنها تواكب ما وصلت له المملكة العربية السعودية الحمد لله في جميع المجالات. فيعني هذا أتصور إنه نجاح لنا، يعني حتى نقدر نستفيد منه فيما بعد أزمة كورونا، إنه السعودية وهي الآن في طور تأسيس أو تثبيت نفسها في خارطة السياحة العالمية، إنه تقدر تهيئ الوجهات اللي مثل 50 جزيرة ومثل العلا ومثل لموضوع التباعد الاجتماعي ورحلات الكروز وغيره. في دول سبقتنا كثير في مجال السياحة، لكن بنيتها التحتية غير مهيئة إنها يعني تتماهى مع الأوبئة أو الإجراءات الاحترازية المستقبلية. بينما نحن في يعني احنا في 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 سعة من الوقت ومن الإمكانيات ومن العقول النيرة اللي تقدر تخطط حسب معطيات الـ يعني الـ الأحداث، فهذا شيء إيجابي جدا يعني. صحيح أستاذ رياض. طيب بالنسبه بس اساس الوقت، فخلونا يعني نبدا نشوف الاسئله. الاخت طيب. عبير كانت تسال، اعتقد السؤال هذا موجه يمكن للاستاذ احمد الجعيد، كانت تسال عن هل ممكن من الحصول على رخصه الارشاد السياحي وما هي الخطوات؟ الترخيص بدا من 2007 ومسموح الان ومتاح للجميع اصدار الترخيص. يمكن خلال الفترة الماضية كان بس هناك بعض التحديثات في موقع الوزارة، في موقع جمعية الإرشاد، وفي إيقاف للدورات خلال فترة كورونا، لكن الحمد لله من شهر بدأت الدورات تقام في جميع مناطق المملكة، واشتراطاتها سهلة وبسيطة وميسرة، وبدأت الحمد لله في أعداد جيدة من الشباب اللي شاركوا فيها. الشروط سهلة وميسرة، العمر فوق 21 سنة، وأخذ 3 دورات رئيسية هي الأساس، وبعد كده تقديم على موقع الوزارة. الدورات تقام عن طريق جهتين، دورة الإسعافات الأولية تقام عن طريق الهلال الأحمر أو أي مركز تدريب طبي، وهناك دورتين هي متخصصة، دورة مهارات المرشد السياحي مدتها أسبوع، دورة الموقع والمسار السياحي مدتها من 2 إلى 5 أيام، وتقام هذه الدورتين بإشراف من الجمعية السعودية للإرشاد السياحي. ممكن لأي شاب أو شاب الآن مشارك معنا أو يسمعنا أنه فعلا عن طريق موقع الجمعية أنه يقدم ويأخذ هذه الدورات، وهي تقام كل أسبوع في مدينة من مدن المملكة، تقام في الرياض، في جدة، في الطائف، في جيزان، في حائر، هناك جدول على مدار العام. يمكن الدورات الآن بدأت ببطء قليل بنظرا لأنه بدأنا الآن بعد موضوع كورونا، لكن إن شاء الله خلال الأشهر القادمة حيكون في أعداد كبيرة من هذه الدورات تقام بكثافة في جميع مدن المملكة، لأن نحتاج أن يكون لدينا آلاف المرشدين والمرشدات السياحيات في جميع مدن المملكة اللي يخدمون السائح المحلي والسائح القادم من الخارج بإذن الله. طيب أستاذ رياض، كان في سؤال بالنسبة لطبعا دور الجمعية. طبعا أستاذ رياض طبعا هو ممثل لجمعية الرحلة السعوديين، فكان يسأل عن دور الجمعية. طبعا الجمعية حديثة التأسيس من بداية 2020، وصادفت أن تأسيسها صار قبل أزمة كورونا، ولكن الجمعية حريصة أنها تكون مظلة للرحالة سواء السعوديين وهي الأساس وجدت من أجلهم، وكذلك تكون حلقة وصل بينهم وبين الرحالة الغربيين في حال أو الأجانب في حال أنه فتحت تأشيرة الزيارة، وهدفها ربط هواة الرحلات والتنقل بين المدن وخلافه مع بعض، وأصحاب يعني الهواية الواحدة إنه يجمعهم مظلة واحدة، والاشتراك فيها ميسر، في يعني اللي حابب إنه يشترك
سواء عضو عامل أو عضو منتسب على رابط جمعية الرحالة. ممتاز. طيب استاذ احمد الجعيد، كان في سؤال بخصوص التكاليف، تكاليف السياحه الداخليه، يعني خلينا نقول انه يعني ما رايك فيها مثلا، خلينا نتكلم ما بين نتكلم قبل فتره اللي قبل سنه 2000 مثلا والفتره الحاليه تقريبا، هل تتوقع انه كان، او خلينا نقول تاريخ الاستاذ رياض اللي هو 2016؟ الأسعار طبعا مختلفة، ولا يوجد طبعا مقارنة. البعض المقارنات ساعات تكون هي مقارنات ظالمة بين الدول أو بين المدن حتى، لكن الحمد لله سنة بعد سنة تبدأ على الأخيرات. أنا لا يمكن أقارن مثلا مدينة فعلا مكتملة الخدمات وبها بنية فندقية ووحدات سكنية ومواصلات مثل الرياض وجدة، وقارنها ببعض القرى أو المدن الصغيرة في المملكة، وأبدأ فعلا أضع الأسعار والخدمات. لكن إحنا لازلنا برضو نحتاج في المملكة، يمكن السنتين الأخيرة هي أكبر اختبار المملكة لقياس بنيتها بإقامة الفعاليات الكبيرة مثل ما أقيم الفورمولا والداكار وغيرها من الفعاليات الأخرى، وكذلك من خلال السياح موسم صيف هذا العام اللي هو يعتبر يمكن من أقوى وأشد الاختبارات على السياحة من ناحية البنية التحتية ومن ناحية المطارات والرحلات والمواصلات وخدمات الإرشاد والوحدات السكنية. احنا نتطلع انه فعلا يكون لدينا خيارات ويكون لدينا أسعار فعلا مغرية للسائح، فعلا نواكب تطلعاته، لأنه هذا الموضوع هو جزء من ثقافة السياحة وجزء من فكر السائح، لأنه أي سائح لابد يكون لديه ميزانية محددة خلال رحلته، فراح يبدأ في خيارات. متى ما وجد أن هناك خيار أفضل من ناحية الأجواء أو من ناحية الخدمات أو من ناحية الأسعار راح يتوجه له حتى لو كان خارج المملكة. لكن نطمح من خلال فعلا المستثمرين أنهم يقدمون خدمات تليق بسمعة المملكة وتليق بالسائح، وتكون فيها أسعار تنافسية، خصوصا أن احنا في المملكة لدينا وجهات متنوعة، في وجهات على مدار العام، في وجهات موسمية سواء في الصيف أو في الشتاء. هذا فعلا يعطي خيارات يعني متنوعة للمستثمرين في أنهم يقدموا نقاط متنوعة بأسعار تناسب يعني كافة يعني الفئات. البعض كان لديهم تعارض مع بعض التجارب مثل تجربة الكروز، هي تجربة جديدة في المملكة، لكن هي تجربة عالمية على مدار العالم، يعني العالم هي رحلات لها فئة معينة في السياحة لها أسعارها، ودائما هي الرحلات البحرية والخدمات البحرية هي أسعار تكون مكلفة نوعا ما لا تقارن بالرحلات العادية. لكن نتطلع بحكم أنه صندوق الاستثمارات دخل في هذا الموضوع واستثمر في شركات الكروز، وبدأت الرحلات هذه في شواطئ المملكة، إن شاء الله نشوفها باستمرارية وبأكثر مسار سياحي سواء في البحر الأحمر أو الخليج العربي، وتطرح فئات متنوعة، خصوصا أنه هذه الخيارات هي مطروحة من خلال السفن وساعاتها وخدماتها، وكذلك من خلال اكتمال المشاريع في اليوم وفي البحر الأحمر وفي أمالة وفي وجهات السياحية المختلفة اللي فعلا نطلع أنها تنافس وبقوة في السياحة. طيب السؤال الأخير للأستاذ رياض، نتكلم عن السياحة السعودية مقارنة بالدول المجاورة، نتكلم على سبيل المثال الإمارات، البحرين، يعني أعتقد كانوا في البداية، في بداية الأمر كانوا سابقين بمراحل أنه بدأوا فعلوا اللي هو الموضوع الفعاليات وصنعوا منتج يعني لكل يعني دولة خاصة فيها، وحاولت يعني تكسب أكبر عدد ممكن. فأعتقد أنها في الفترة الوجيزة القصيرة هذه أتوقع أنه يمكن صرنا نجاري يعني دول شغالة من سنوات في الجانب هذا. والله زي ما تفضل، طبعا هم استثمروا أو وجهوا منتجاتهم السياحية للعائلة السعودية في البداية،
بحكم قرب المسافه وبحكم الاسعار الجاذبه او يعني مثلا على سبيل المثال هو يعطيك اسعار فنادق رخيصه، فانت بتاخذ اهلك وبتروح وتزور الدول هذه، ولكن تلقى انت شغال يعني هيدن كوست، يعني بتدفع هنا وتدفع هنا وتدفع، فانت هدفهم مش انك تدفع مثلا في البوابه السياحيه اللي هم يعني داعينك من خلالها عن طريق جذب اسعار الفنادق او جذب اشياء معينه، لكن هم مستثمرينك انت كاسره، انه لما تدخل البلد هذه الاسره بمختلف اعمارها حتصرف في الاقتصاد المحلي او الاقتصاد القومي للبلد هذه، بمعنى ان الطفل حيروح الالعاب، المراه وبناتها بيروحون المولز الاسواق شوبينج، التينيجرز المراهقين من الاولاد حيروحوا السينما، الاب مثلا يروح مطاعم، فبالتالي احتوي الاسره كامله في 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 اقتصادهم. بينما لما تيجي تقارن على الاسعار في السعوديه، انت الاسعار عندك ثابته ومحدده ومعروفه لك بحكم انك مقيم في البلد، يعني ما في مجال ان احد يتلاعب عليك، مثل ما تروح دول زمان كان الناس بتروح سوريا في فاتوره للسوري وفاتوره للسعودي، طبعا الفرق كبير. لما تروح تركيا بيغشوك في الفواتير وكذا، وكثير من الناس صارت لهم، طبعا السرقات هذا موضوع ثاني وخلاف. فاحنا تميزنا اولا اذا تكلمنا عن الاسعار، ان الاسعار ثابته، الدوله تحميك عن طريق وزاره التجاره، عن طريق وزاره السياحه في حاله ان عندك اي شكاوي، عندك ملاحظات، البلديات عن طريق المطاعم وغيرها. ف يعني ما بيجي في عذر، الموضوع اختلف تماما. الدوله الان بدل ما كانت بعيدة عن النشاط هذا أو تستصعب يعني توجيه الناس له، أصبحت الدولة الآن هي الداعم الأكبر، التوجيه الإعلامي، كمان الرغبة والمواطنة في اكتشاف كنوز بلدنا. فأصبح السائح السعودي يستمتع ويخطط كمان، يعني أنا كثير من الناس اللي حلمهم مثلا يزور نيوم، ما عاد في حلمه يروح سويسرا ولا باريس ولا كذا، يعني إيش الهدف إني أروح؟ لا، نيوم هي تحدي جديد، تعرف جيل الشباب ويعني جيلنا إنه دائما يبحث عن المغامرة، على التحدي، عن كذا. فأنت خلنا نقول على المستوى الفردي والناس اللي محدودي الدخل، يا أخي أنت بإمكانك تركب سيارتك وتسافر للمناطق بسهولة. الآن الخدمات اللي على الطرق تضاهي أنا يعني مستوى أوروبا، محطات وكذا، بعد ما الدولة أقفلت السيئين وجعلت الموضوع يعني تحت شركات مختصة، وصار في تطوير كبير في 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 نشاط محطات الطرق وخدمات الطريق. غير كذا أنت لما تجي تقول الصرف، أنت يعني مثلا السائح لما يروح لأي بلد بيصرف عملة، هذه ما بيحسبها بحسبان فرق العملة المتذبذب في اقتصاداته، قيمة النقل. الآن بعد الأزمة كورونا أصبحت دول كثيرة تفرض ضريبة على الدخول، طبعا نيوزيلندا اليوم أعلنت وغيرها من الدول، يعني في السابق حتى مصر أعلنت أن في ضريبة على السائح الخليجي. فأنت تتكلم الآن إنه عندهم أزمات يبغوا يعني يحاولون إنه إحنا نحلها لهم. طيب، بلدي أولى بفلوسي وآمن لي ولعائلتي، وكمان يا أخي إحنا في قارة لسه ما اكتشفنا يمكن 10% منها، تنوع جغرافي ثقافي سمه ما شئت، جميع العالم موجود لدينا، حتى الأكل والمطاعم والكذا، ما عاد في يعني إنك تقول والله بشتهي أكل أوروبي أو أكل فرنسي أو آسيوي، موجود في أصغر المدن السعودية.
طيب يعطيكم العافية. صراحة أنا قبل أختم، إذا الأستاذ أحمد حاب يوجه كلمة قبل ننهي اللقاء. والله الشكر لكم والشكر لأخوي رياض، أثرانا بمعلوماته، وفعلا السياحة يمكن أهم مقوماتها هو الكادر البشري. فنتمنى فعلا من أبناء وبنات المملكة أنهم فعلا يدعموا هذا القطاع، ويكون دعمهم باقتناع وبشغف للعمل في هذا القطاع، لأنه فعلا من القطاعات اللي فعلا تتأثر سريعا لكنها تتعافى بسرعة. وهذا اللي فعلا لاحظناه خلال كورونا، أنه مجرد ما تم فتح الحظر مباشرة بدأت حملة تنفس صيف السعودية، وبدأت الأسر والناس في التنقل واكتشاف الوجهات، وبدأنا فعلا احنا بأنفسنا نجد خدمات كثيرة مختلفة. هذا هو ديدن السياحة، أنه دائما السائح هو متجدد ويبحث عن الجديد. فالأمل بعد الله في جهود الدولة، ثم في جهود أبنائها المخلصين العاملين في هذا القطاع، أنه فعلا نخدم هذا القطاع ونقدم الخدمة المميزة للسائح. وهذا يمكن من الأشياء المميزة لدينا في المملكة، أنه ليس لدينا عنصرية أو تفرقة ما بين السياح، وهذا يمكن يلاحظون كثير من الناس من آلاف السنوات ونحن في بلدنا نستقبل المعتمرين والزوار والعاملين اللي فعلا يقدمون إلى المملكة وهم كالغرباء، لكن عندما يغادرون يغادرونها بالدموع، لا يريدون الخروج منها لما وجدوه من حفاوة، لما وجدوه من تكريم، ولما وجدوه كذلك من أنظمة تتحدث يوما بعد يوم بحفظ حقوق كل مواطن ومقيم وزائر لهذا البلد. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ أحمد. الأستاذ رياض، اللي حاب توجه كلمة قبل أن ننهي اللقاء. والله ما ظهر خلال الأستاذ أحمد شيء، لكن أنا بس ودي أضيف نقطة بما يتعلق السياحة. يعني السياحة زمان كانت يمكن شيء أنه يعني مش ضروري، ويمكن حتى عيب أنك تنتمي للقطاع هذا وكذا، ويعني تحرر وغيره وخلافه. لكن أنا أحب أكد للجميع أنه السياحة هي أهم عامل في تعزيز الولاء والوطنية في من يعمل في القطاع وفي من يستخدم الخدمة، سواء وخصوصا إذا المرشد أو المنظم أو من يعمل في هذا القطاع، حتى في الإيواء أو في الترفيه أو في يعني الأكل والمشروبات وغيره، إذا قدم الخدمة هذه بحس وطني وأنه يظهر بلده بمظهر جميل ويعكس انطباع جيد لدى السائح، فهذه رسالة أداها مثل ما يؤدي الجندي اللي على الحدود أو يعني أي مسؤول في البلد. السياحة هي المستقبل، وإحنا واثقين إن شاء الله من قيادتنا الواعية ومن شبابنا المتحمس أن نثبت مكانتنا من ضمن الدول المهمة في خريطة السياحة، خصوصاً أنه ما ينقصنا شيء: اقتصاد قوي، شباب، جغرافيا، موقع عالمي، جميع ما تتطلبه السياحة موجود في هذا البلد، فقط نعمل ونثابر. وشكراً لك. شكراً لك، وأشكر الأخوة والأخوات اللي انضموا معنا طوال المدة، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا يعني إثراء بسيط في جانب السياحة. أشكر الأستاذ أحمد الجعيد المرشد السياحي، أشكر الأستاذ رياض الغامدي ممثل في جمعية رحالة السعوديين. شكرا لكم، يعطيكم العافية، ونلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله. وأنت طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا لك.